اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في مقدمته الشهيره يخبرنا ابن خلدون بتعريف للتاريخ قائلا: في ظاهره لا يزيد عن اخبار الايام والدول والسوابق من القرون الاولى، تنمو فيه الاقوال وتضرب فيه الامثال، في باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها العميقة. وبذلك أعزائي المشاهدين، فإن ابن خلدون يخلص إلى تأصيل التاريخ، وينفي حصره في تدوير روايات من لا يوثق بأخلاقه وعلمه وسلوكه وغاياته. نسوق كل ذلك، وقد ظهر في هذا الزمان الشاذ من لا يقتصر عملهم على تزوير التاريخ حسب، بل وصل الأمر بهم إلى محاولة صناعة تاريخ موازن محرف، يقدم قراءة وهمية للأحداث، ويضع نفسه يعني ويصنع لنفسه الأفضلية والحق والحقوق في الدفاع عن أشياء هو يراها هي الأحق والأفضل. بالذكرى المئوية لثورة العشرين التي مرت قبل أيام في 30 من حزيران 2020، كانت هناك 100 عام قد مرت على تلك الثورة المجيدة، ثورة العشرين التي قدمت بكل تفاصيلها إطارا عراقيا مشرفا لكل العراقيين، وطنيا خالصا، عبرت عن حقيقة وجوهر العراقيين في التسامي، في عبورهم لكل أنماط الفرقة، طائفيا، إثنيا، مهما دينيا، وكانت بحق ملحمة وطنية تستحق أن تكون عنوانا من عناوين مجد العراقيين وتألقهم كشعب ووطن. نقول بمناسبة ذكرى المئوية ومرور 100 عام على قيام تلك الثورة المباركة، خرج علينا مسخ من نسوخ هذا الزمان الشاذ. أحد زعماء عصابات القتل والسلب والنهب والتخريب قيس الخزعلي، وراح يرسم لنفسه دورا مميزا في تاريخ العراق، متجاهلا يعني في رواياته الملفقة عن الشيخ ضاري ظاهر المحمود زعيم قبيلة الزوبع، وأحد أبطال ثورة العشرين المباركة وأحد رموزها الكبار. أقول متجاهلا هذا المسخ الذي يدعى الخزعلي موقفه ومهامه وقيمته ووزنه في هذا الزمن الشاذ. هو يعتقد أن هذا الزمن هو زمنه، لذلك وزنه في هذا الزمن الشاذ لا يساوي وزنه في الزمن العادي، الزمن الطبيعي، زمن العراقيين الوصلاء. وهذا الزمن يليق به كميليشياوي وقاتل وقاطع طريق وزعيم عصابة للسرقة والخطف والقتل والتزوير. هذا الزعيم الميليشياوي في حديثه عن التاريخ كان يحاول تحريف والتزوير وغسل سمعة الإطار الطائفي الذي ينتمي إليه، والذي يريد له أن يسود ويتمدد بعد أن لفظه كل العراقيين وداسوه بأقدامهم في ثورة تشرين المباركة التي انطلقت في الأول من تشرين عام 2019. يريد بحديثه عن تشويه التاريخ وتشويه شخصية الشيخ ضاري المحمود أن يغسل سمعة الفترة السوداء التي يحكمون بها العراق بالفساد والقتل والنهب والتزوير، وتحقيق ما يسمى بخطة التمكين وصناعة تاريخ الموازن ملفق بأيدي القتلة والمجرمين والطائفين والمندسين والمخربين والسراق والذاعنين والأجراء لمخططات الخارجية ليس للعراق فيها نصيب. الخزعلي هذا وغيره من الحشاشين الذين ينتمون إلى حركات شاذة باطنية تعتمد استراتيجية الاغتيال والاغتصاب والقتل والسرقة والتزوير، غايته كانت تتلخص في إسقاط العراق والعراقيين، وما زالت هذه غايته وغاية كل الميليشياويين هؤلاء الذين لا ينتمون للعراق، غايتهم تلخص في إسقاط العراق والعراقيين في الفوضى والتآكل وعدم الاستقرار والتنكر لكل القيم العالية والنبيلة التي يؤمنون بها
ورسم تاريخ جديد يعني ليس لأهل العراق فيه نصيب لهم، فيه كل يتنكرون فيه من كل رموزهم العالية، سواء كانت قد رحلت أو ما زالت بينهم. ومنظور الخزعلي هذا، واعني بمنظور التاريخ المزيف الذي يتحدث به، يستهدف إجبارنا كنا كشعب على الاقتناع بأننا شعب أمي وجاهل وفاقد للرؤية والبصيرة. وهو هذا الخزعلي، هذا الجاهل والمتخلف، جاء ليعلمنا تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا مع الأسف الشديد. ولجل تدعيم الادعاءات الباطلة عن الشيخ ضاري ظاهر المحمود، رعى الخزعلي وزبانته وزبانيته بإظهار بعض الطارئين والمدعين بالمعرفة والاختصاص ليتحدثوا بلغة طائفية فجة كشفت عورتهم وفضحت توجهاتهم وزيفهم، توجهاتهم الطائفية البغيضة، وكشفت جهلهم وزيفهم. يعني شخصية الشيخ ضاري المحمود قاتل الكولونيل ليتشمان هي من أكثر الشخصيات العراقية التي التف حولها الشعب العراقي، وهو يردد اسمه كلما واجه أهل العراق تحد لمستعمر، حيث يهتفون بكل اعتزاز وبكل وطنية: هزل لندن ضاري وبتشها. أقول إن الكتب والأبحاث التي تناولت شخصية الشيخ ضاري المحمود وأدواره الوطنية كزعيم من زعماء ثورة العشرين ورمز من رموز الوطنية العراقية ومناضل كبير ضد الإنجليز لا يمكن طمسها، لكن للأسف هناك محاولات مستمرة لتزوير التاريخ وتزييفه، وبنحو متعمد تكمن أسبابها في ميول وأهواء وأفكار الشواذ ممن يجدون في هذه المحاولات حياتهم ووجودهم، وفي إرضاء أسيادهم ممن ينتمون لهم ويسعون لخدمتهم وهم يتقصدون إيذاء العراق ومسخ كل شخصية العراق وهيبته. إن محاولات تزوير التاريخ لا تقتصر طبعا على النيل من هذه الشخصية أو لا أو تلك، لكن حتى في هذه المسوخ قامت بمسح أسماء، تغيير أسماء الأماكن وحتى الشوارع والمناطق، وضع أسماء بديلة، طمس العديد من الأعمال والمنجزات القديمة والحديثة، العديد من الناس ونسبها لغيرهم، سرقة ممتلكات وادعاء امتلاكها، وغير ذلك الكثير من هذه المحاولات تزوير. لكن يبقى التاريخ الوطني العراقي لا يمكن تزييفه لا بادعاءات ولا بأحاديث الخزعلي وغيره. التاريخ هو لا يعرف الزيخ أو الميل أو الهوى، وهو شاهد على حياة العراقيين وجهادهم وعلى رموزهم العالية التي يتمسكون بها. الشيخ ضاري المحمود علم من أعلام العراق ونخلة باسلة ستبقى جذورها في الأرض ورأسها في السماء. أستودعكم الله والسلام عليكم.